إلى زمن غير بعيد كانت هذه الصالات تعج بعشاق الأفلام المحلية والأجنبية. مقاعدها اليوم باتت خالية من روادها ومحب التمثيل والمسرح. هكذا تغير الوضع لدور السينما في أفغانستان بعد وصول حركة طالبان إلى الحكم، مع أنها وعدت بالعمل على استئناف دور السينما نشاطها. وفق الحكومة الحالية فإن دور السينما ستستأنف أعمالها في القريب العاجل، ونسعى أن تكون لدينا نشاطات إيجابية ومفيدة في المؤسسات الثقافية الموجودة لدينا لتصب في صالح المجتمع وترشده إلى الصواب. ثقافة السينما ليست متجذرة لدى جميع شرائح الشعب الأفغاني، لكنها تحولت في الفترة الأخيرة إلى جزء أساسي من حياة سكان المدن الكبيرة. ومع تغيير النظام السياسي وجدت دور السينما والممثلين نفسها خارج اهتمامات الناس. الأوضاع سيئة بعد أن فر معظم العاملين والمواهب الفنية في مجال السينما إلى خارج البلاد، وبسبب المشاكل الاقتصادية لم يبقى لمن تبقى أي أمل، ولم يعد باستطاعتهم إنتاج أعمال مسرحية أو سينمائية. ولاقت الأفلام الغربية والهندية والباكستانية وحتى المحلية ترحيبا كبيرا في السنوات الأخيرة، وما تزال كابول تتطلع إلى عودة دور السينما وتستعجل القرار السياسي بإعادة الحياة إلى صالاتها. وحدها أفغانستان يتغير فيها أسلوب الحياة ونمط العيش، وحتى مشاهدة الأفلام مع تبدل أنظمة الحكم، لتكون الثقافة والترفيه من ضحايا هذا التغيير. نصير طاهري، العربي، كابول.